نبدأ بالبوغاتي شيرون، السيارة اللي صنع منها فقط 500 سيارة حول العالم، وتعتبر واحدة من أغلى السيارات طبعا حول العالم. السعر مثل ما تشوفون 16 مليون و 800 ألف ريال. ما شاء الله تبارك الله، كمية جمال هنا لا توصف. وهذه الفيراري لا فيراري، برضو سيارة إصدار محدود، صنع منها 499 سيارة، وسعرها ب 13 مليون و 750 ألف. باب يفتح لفوق، هذه نظرة على داخليتها ما شاء الله. طبعا جميلة جميلة بشكل لا يوصف. الآن بصور لكم من الأمام، شوفون الشكل كيف بشكل أوضح. وهذه البورش 918 سبايدر، برضه سيارة من أصل 918 سيارة فقط اللي تم صناعتها، والسعر بقرابة 7 مليون ريال. طبعا في شيء يميزها هنا أنه فتحات الإكزوست أو الشكمان هذه في الأعلى هنا، هذه داخليتها ما شاء الله. فأمانة اللي يبغى يستمتع، خصوصا أنتوا يا هوات السيارات، تعالوا هنا وشوفوا بنفسكم، لا تكتفون بالتصوير اللي صورت لكم. هذا هنا تحفة بكل ما تعنيه الكلمة، مكلارن P1 GTR. السيارة هذه ما صنع منها إلا 58 سيارة فقط حول العالم، والسعر قرابة ال 15 ل 16 مليون ريال. نأخذكم نظرة على الخلفية قبل ما ننتقل للداخلية. فسيارة بالكامل البدي حقها كاربون فايبر، فتخيلوا كيف يكون وزن السيارة وأدائها. ما شاء الله تبارك الله، دركسون الحال أصلا، شوفت عينكم.